وسهلا فيكم بحلقة جديدة في فيديو جديد على قناة أسعد الشغنوبي. هاتونا هالإنترو بس. طيب يا جماعة الخير، فيديو اليوم راح يكون رياضة، وأنا صراحة صار لي 4 شهور مش لاعب رياضة يا جماعة الخير. يعني أنتم متخيلين كيف؟ يعني أنا جسمي هلقيته تك، يعني فيش عضل فيش عصب فيش إشي. فيا جماعة الخير اليوم راح أصور لكم فلوج رياضة وأشوف أنا وين واصل في مستواي، يعني هل هو مستواي زي ما هو ولا نزل. في كمان شخص جاي معايا، هو تقريبا صار له 4 شهور لعبش رياضه، تقريبا انا وياه وقفنا اي رياضه. فجماعه الخير اليوم راح نصور لكم فلوج رياضه ونشوف كيف، هل مستوانا ضايل زي ما هو ولا لا. فقبل كل شيء جماعه الخير ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد، ما تنسوش تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل شيء جديد. انا متوقع انه مش راح العب حركات كتير، فخلينا نشوف ايش راح يصير معنا اليوم. يمكن نقع، يمكن نتكسر، يمكن سمح الله يصير معنا شيء. فيا رب ما يصير معنا اشي ونلعب حركات حلوه زيكم. اوكي، ما تنسوش تحطوا لنا لايك. تمام، طبعا يا جماعه الخير وصلنا اخونا محمد. هاي محمد هنا. مرحبا، يعطيكم العافيه. علي صوتك. مرحبا، يعطيكم العافيه حبيبي والله. طبعا يا جماعه اليوم رايحين نتمرن، تقريبا انا وياك كنا نلعب مع بعض، وصلنا مستوى عالمي بس لفت فينا الدنيا وبطلنا نلعب. تقريبا صرنا 4 شهور، فاليوم رايحين نتمرن يا جماعه الخير ونفرجيكم للرياضه تاعتنا. فمش عارف كيف لعبك انت اليوم راح يكون، ان شاء الله يكون منيح. كيف يعني متوقع انت يعني لعبك زي ما هو ولا نزل المستوى؟ اكيد حينزل، لانه صرنا اكثر من 3 اشهر مش لاعبين. حماد ايش رايك نركب تاكسي؟ لانه المسافه يعني كثير بعيده، فاحنا خلينا نركب تاكسي لقيت احسن لنا، عشان ايش؟ لو مشينا راح نتعب ومش راح نقدر نلعب، صح ولا لا؟ اكيد. يلا خليكم معنا. طالع يلا بدأ. يا جماعة وصلت أنا البار اللي بلعب عليه، صار لي من زمان ما شفته، والله يا جماعة الخير اشتقت لها. احنا وصلنا المكان ولقينا البار مكسور، يعني أنا قلت كيف بدي أتمرن؟ هاي البار، شايفين كيف انكسر يا جماعة الخير؟ البار هذا انكسر مرة من هنا وعملناه، أوكي؟ هاي شايفين كيف؟ في وصلة هنا. فجماعة الخير احنا راح نلعب على البار هذا، والبار هذا يعني مش راح نقدر نلعب عليه لأنه مكسور. احنا راح نلعب على البار هذا، راح نصبر حالنا اليوم على البار هذا لانه اغلب كل الحركات على البار هذا اللي هنا. يا جماعه احنا راح نشغل السماعه ونحط موسيقى عشان نعرف نلعب، لانه لو ما شغلناش السماعه مش راح نتشجع اكثر، فالموسيقى هاي بتشجعنا كثير واحنا بنتمرن، صح ولا لا؟ انا خلصت الحماية وهقيت راح ابدا ايش؟ بالحركات، اوكي؟ ليتس جو. احنا تعبنا من اول حركتين. كنا نلعب اكثر من هيك، 5 حركات 6 حركات، صح؟ صحيح. وتعبنا بس راح نكمل الفلوج. يلا يلا شد شد شد.
والله اللعب زي ما هو عن جد. ولك ايش فات حتطلع احزان؟ حط على موسيقى حماسيه. ايوه والله يا جماعه اللعب زي ما هو عن جد، يعني اربع شهور واللعب زي ما هو. مين الوحش اللي بده يضل لعبه زي ما هو؟ عمي انا ختمت الرياضه هذا والله عظيم. يلا هاي اول هوايه، اول وقعه. ولك صام ما ديش بتعمل قاعد اخترت المحصورة. فلت ودي وخلص وحياة الله. يا وردي قلب وقع. ضبطت الحركة؟ طفت السماعة. طبعا يا جماعه احنا هيك خلصنا التمرين والحمد لله، وقعت على وجهي فاجت هنا بس اصابه يعني خفيفه لطيفه. صح ولا محمد؟ كيف الوقعه؟ فخمه. طيب يا جماعه الخير انا هنا وقعت، هيك شايفين كيف هاي الارضيه يا جماعه؟ بطلون لو انه في اسفنج، لو في انه في نيله اللي تنيلهم. خير احنا هيك بكون خلصنا الفيديو، فان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش كمان يا جماعه الخير تحطوا لنا لايك شير سبسكرايب، واذا عندكم افكار حلوه ممكن نعملها على قناتي باليوتيوب، تساعدونا ونساعد بعض من هالكلام هذا. طيب فكان معانا محمد، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيب هارتي. المهم طيب يا جماعه احنا بدنا نروح هالقطعة على البحر، احصور لكم اجواء شارع البحر مش الشط. المره فاتت صورنا الشط، يلا روح. اوكي فنقول للمصوره باي. احس حالي في الملاهي. فيا جماعة بدنا نروح على البحر احنا هيك. اوكي؟ اوكي مان. اوكي. بس عن جد للأمانة ايدينا تمزع. شايفين كيف؟ محمد ما قدرش يلعب لأنه صار له أربع شهور قاطع، ما تقريبا أربع شهور قاطع بس. توجيه ايش؟ خلص التوجيه حقك يا عم، أنا آسف. ما شاء الله جد
جماعة الخير احنا وصلنا في منطقة مليانة سفن واحنا احنا هلقيت واقفين على سفينة. هذا هي. شايفين كيف السفن؟ يو يلاوي كلاب. اجوا يا منيب اشرب. والله العظيم اسمع اذا نطيت انا من هنا هتزحلق. لازم اجي من هنا. اوبا. Yeah.